البنات فاش كتوصل الجوج ديال الليل ناري اهلا وقرب الله ربا معكم عاوتاني نشوف فيديو جديد وفي ترول تايم جديد عاوتاني حيت كيف قلت لكم مره رياكسيون ومره ترول تايم هكذا باش نكونوا تعادل فهمتي خاصك دير واحد لايك كومونتير زوين راه تنقرا داكشي كامل راكم مزال دوز عندي انستغرام حتى هو راه تما كنكون ديما ونجاوبك عشير يعني واخا تصيفط لي ميساج وما نجاوبكش راه غنجاوبك حيت كاينين بزاف ديال الميساج ويعني خاصك تكون كتعطر خوك هادشي اللي كاين الشمس الحرارة 40 درجة مغربي تيضرب كاس ديال اتاي سخون في شهر 8 هذا الواقع يعني فهمها انت يا انا الوالد ديما كتقول لي شرب اتاي راه اتاي في الصيف كيحيد عليك الصاد عييت باش نخمم فيها يعني فكريا باش نفكر في القضية هادي ما فهمتهاش الوالد يعني كيفاش اتاي غيحيد لي الصاد هو سخون من الشمس اللي راه ما يمكنش البنات فاش كتوصل الجوج ديال الليل ناري اهلا وقرب الله ربا هاني فهمتي راه غير تحك ولا تتقد حوايج ماشي بعيد راه ما تديرش داكشي لا 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 الدريات عندنا ما تيديروش داكشي لا خالتي دورات معايا وعطاتني فلوس العيد نبعوا الحنان راه نخبيهم ليك تخبيهم ليك فهمتي هي غير ما بغاتش تخرج معاك اللعب وتقول لك راهم دين امك راه ديالي هذوك والله لا عاوتاني شتيهم فهمتي انا خبي ولكن انا الوالد عمره يعني كانت كدير لي بحال البلان يعني كان كيدور مع شي واحد كنت كيطيحوا ليا كنمشي نشري بهم شي حاجه لا علاقه حيت كنت كنحشم نمشي عند مول بيسري واحد قرب تصوروا معايا كنت كنحشم واحد الدرجه ما كتصورش ملي كتضحك مع صاحبتك كتقول ليها راه شفتك غاديه مع واحد خونا وكتنوض تبكي وكتقول لك اخر مره انت حصلتي يا بنت العبد بلان زوين هذا ديروا الدراري بغيتوا تجربوا صحاباتكم لا احد ولاد صحابات الوالده كان اينشتاين ستيف هوكينغ ولا ما سميتو كونان ما دوما عرفتهمش مهم موزار دا موزار ياك وما كاع ولاد صحاباته تيرجعوا علماء واخا انا الوالده يعني ما كاش كدير شي ولكن كاين شي امهات كيديروا بحال هكا يقول لك واش ولد خالتك دار شوف بنت خالتك دار شوف وما خصكمش ديروا بحال هكذا يعني دا ميساج للوالدين ما خصكمش ديروا بحال هكا حيت فاش تبقاو تقارنوا ولادكم مع ناس اخرين تتفقدوا الثقه في النفس ديالهم يعني تيكبر بدون شخصيه يعني ديما كيبقى كيقارن حتى هو راسو ملي كيكبر مع ناس اخرين وهذا الشيء اللي كينتج منه الحسد الغيره المهم بزاف ديال الحاجات يعني حاولوا تثقوا بولادكم راه كل واحد وقول دورات ديالو فهمتي كل واحد فاش عطاه الله يعني كاين اللي عطا الله يكون نجار كاين اللي عطا الله يكون مهندس كاين اللي عطا الله يكون يعني تاجر كل واحد وكيفاش عطا ربي العقل ديالو صاحبي راه ماشي بحال فاش امك كتقول لك دير لي الطارو ديال الزبل حاشاكم هاد الدشران كتقول لي انت راه ما لا ما قادش شويه كتشوف امك مطلع البوطه كبيره لديك جارتكم مطلقه امك ولا ويل سميث غدرتيها صاحبي فهمتي هاني يعني تقدر تخرج لامك داك الصخره اللي قالت لك طارو الزبل ترميه اللي عطاتي الوالده ومن بعد طلع البوطه لهذيك جارتكم مطلقه حيت انا بلاصه كندير نص البلان يعني ما نكذبش عليك يعني جارتكم مطلقه وساكنه فوقكم راه هذا راه نعمه فهمتي راه انت راك محظوظ والله العظيم فاش كيقول لك عشيرك العيان ما فيه اللي يتحرك معاه وفي العشيه كتلقاه كيتسركل مع صاحبته ويل سميث اخوتي فهمتي ولكن صراحة يعني عادية انا يعني الا نصحك انت الا كندير شي مع عشيرك وصاحبتك قالت لك اجي نتلاقاو سير اخويا عند صاحبتك فهمتي حيت عشيرك راه غاتبقى تلاقاه ديما اما صاحبتك هي اللي تقدر دير معاها شي لعبة اللي ما غاتعاودش دير فاش كتحيد التليفون ديال باك اللي فيه 400% في الشارج وكتحط الطيلي ديالك اللي فيه 2% انت باك على قرايتك الزينه والله الوالد راه تليفونها 100% راه صافي تشارجا ولا يقدر يكون وصل 80% راه خص تحيدو من الشارج واجب قرايتي الزينه لا شارج ديال التليفون فهمتش فاش كتكون في الدوش وكيصوني ليك التليفون وكتشوف امك مشات تهزو مو بحال ولد تلقى شي دريه تعيط لها تقول لها راني حامله مولداك ولا شي لعبه وتكبسها عليك يا خويا حاس براسو عايق شوف كيف من فوق درويش مسكين ولد الناس ولد الناس داخل سوق راسو لوجيك دابا عندنا في المغرب الا مشيتي مقاد راك حاس براسك وفيك العياقه ولا مشيتي دير هكا وظهرك كيضرك راك انت ولد الناس وفي شكل فهمها ما يمكنش تفهم فاش كتكون كتفرج وكيدخل باك على غفله وكيلقاك مخدم غير القران باك
خليني نهضر. واش غدير باك ضروري خصو يدخل لقاك داير شي لقطه مخله بالحياه، يعني انت تقدر تكون كتفرض ناسيون جيوغرافي ويطلع شي اسد فوق الاسد، اسد فوق الاسد زوينه هذه، وفهمتي باك يدخل في داك اللحظه يقول لك ماكش كدير. دابا عاد عرفت شكون اللي كان كيصوني في النمره ديال بيست فريند، ويل سميث. حاس بك اخويا ويل سميث. دابا ويل سميث مسكين شحال عنده ديال الاعاقه، وفي الاخر درتها به اختنا محرك. عاد حنايا اللي عاد شباب عاديين، فاش كتشري قنبه تربط بها الحولي ديال العيد، وكتكون راجع للدار وكتشوف فيك شي بنت هاز القنبه. الصراحه ما فهمتش هاد الطرول مزيان، فهمتي؟ واش زعما حيتاش انت عزيز عليك الساديه، ولا حيتاش هي كتشوفك راجل حيت انت هاز القنبه وغتذبح الحولي؟ فهمتي؟ فهمتش؟ فهموني، انا دماغي راه داخ. ما عرفتش علاش البيست فريند كاع ما كتجاوب. ممكن صديقي تكون كتحفظ، ممكن تكون خارجه، ممكن تكون مشغوله، فهمتي؟ ممكن تكون كتلعب تراكسيون، ممكن تكون كدير بزاف ديال الحاجات، يعني ما خصكش عقلك يمشي بعيد. يعني بيست فريند راه ماشي بالضروري تكون مثاليه ديما، فهمتي؟ تقدر تكون مربوطه كتلعب كاش كاش مع شي واحد، هادشي عادي راه عادي، فهمتي؟ عادي. والفيديو سال هنايا، يعني ما نقدرش نبقى نطول بزاف في الفيديو حيت نقدر نقول شي حاجه خايبه ونقول لك عاوتاني وستة كتخسر الهضره، وانا صافي دابا وليت نقي. وما تنساوش لايك وكومونتير زوين اخوتي، وتنبغيكم بزاف وتهلاو ليا فراسكم، وما تنساوش لايك وكومونتير زوين، وسينو الرياكسيون الجايه.